الختام وشوط الوداع لانطلاقة الفترة الصباحية هنا في ثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، يحفظه الله ويرعاه هنا الحاضر مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات. شوطنا الثاني والعشرون الذي أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، والمخصص لأبكار مهجنات الأصايل لسن اللقاية لمسافة 4 كيلومترات. هذه الرحلة المنطلقة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات، فنتمنى التوفيق دائما لجميع المشاركين. نذكر بأن انطلاقة الفترة المسائية المرتقبة لرموز سن اللقاية في هذا المهرجان هي في تمام الساعة 2 من ظهر هذا اليوم، فنتمنى التوفيق للجميع. نتابع هنا المسار وهذا الانطلاق، الشرطة من تأتي بالمقدمة مسلم بن سعيد بن محسن المنهالي من يتواجد مع المركز الأول. المركز الثاني القادم والحاضر خيال محمد بن سالم بن فاضل الاكتبي يأتي مع المركز الثاني وثالثا من الجانب الآخر تدخلت بنت الشبابي، هناك عبيد بن راشد القابض الطنيجي يأتي مع المركز الثالث، بينما رابع الأسماء قدوم ملامح للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يأتي مع رابع المراكز، وخامسا تدخلت شهاليل سالم بن خالد بن سالم بن ضحية الكعبي يأتي مع رابع أو خامس المراكز، وسادسا شوف اللي وصلت هناك وغيرت في هذه اللحظات وتدخلت. متابعونا الأعزاء مشاهدونا الكرام في كل مكان عبر قناة الوسطى من الزيت الناقد الحصري لهذا المهرجان والشريك الإعلامي هنا مع هذه الانطلاقات والتحديات. شوف التغيير والوصول مع المركز الخامس، مداهمة هنا غيرت لخالد بن مر بن سعيد بن حلوة الاكتبي يأتي مخامس المراكز، بينما سادس الأسماء هنا الفايضة قادمة عبد الله بن عتيق بن شامس العامري وصل في هذه الانطلاقة يبحث عن نقطة ثانية، هذا الشعار إلى هاي الحير يبحث عن السلامات مثل ما فعل في الشوط الماضي مع المحليات، يأتي الآن ليقدم اسما آخر. سابع المراكز قدوم هنا في هذه الانطلاقة أبعاد يا أبعاد، عبد الله بن محمد بن قضيب الزعابي وصل مع سابع المراكز، وثامنا من الجانب الآخر هنا تدخلت في هذه اللحظات شوق قادمة سالم بن محمد بن سالم بن حامد المزروعي وصل في هذه الانطلاقة مع ثامن المراكز، وتاسعا القدوم والانضمام من بيان يا بيان راشد بن هادف الضحاك المنصوري وصل في هذه الانطلاقة، وعاشر المراكز هناك من الجانب الآخر القدوم والانضمام في هذه اللحظات هنا من هملولة سلية بن سعيد بن محمد الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو المسار. شوط الختام يا هل ترى إلى أين سوف يغادر مع هذه الأسماء؟ كيلو ونصف الكيلو ما تبقى يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين. عود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. هنا من غيرت في هذه اللحظات وبدأت بقلب النتيجة، ملامح يا ملامح يا ملامح للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، وبن حلوة قادم هنا مع مداهمة في هذه اللحظات. بدأ بالمداهمة، بدأ بالهجوم على المركز الأول خالد بن مر بن سعيد بن حلوة الاكتبي هنا في هذه الانطلاقة مع المركز الأول. نقتحم هذا الكيلو في هذه اللحظات لنكون حاضرين بالإثارة وبالمتعة. هنا مع هذه الانطلاقة مداهمة مع الصدارة، مداهمة مع المركز الأول، الفايضة قادمة مع شعار العامري الحاضر بقوة هذا الأداء، الحاضر بهذه الانطلاقة
هنا مع هذه الانطلاقة لا زال بالحلوة مع المركز الأول، بدأ يباعد المسافة. الأسماء القادمة يا بالحلوة وصلوا أهل الطلايب، وصلوا أهل الطلايب، أوصلت الشعارات، أوصلت الشعارات. وبن حلوة يا بن حلوة هنا الحاضر خالد بالمر بن سعيد بن حلوة الاختبي يقدم مداهمة 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 هنا بهذه الاندفاعة، هنا بهذه الانطلاقة، هنا بهذا الأداء الجميل. ولكن بن حلوة بن حلوة يا بن حلوة حلوة يا بن حلوة 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 يا بن حلوة ختامها مسك مع هذا الشعار إلى دبيدانة الدنيا إلى هال الخوانيج. هنا في هذا الصباح الجميل، هنا في هذه الانطلاقة المميزة، هذا هو الشعار الذي عهدناه دائما يأتي بالانتصارات. وحلوة يا بن حلوة سلام بن حلوة سلام مداهمة من تختتم أشواط البدوات الصباحية. خالد نور بن سعيد بن حلوة هلك من انتصر بها التحدي المركز الثاني. كان الصورة الفائضة عبد الله بن عتيق وشامس العامري، والمركز الثالث كان الصورة البيان راشد بن هادف الضحاك المنصوري. أما رابعا كان وصول شوق لسالة بن محمد لسالة بن حامد المزروعي، وخامسا نصور متابعون الأعزاء الشاهنية مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هو التحدي. هنا من انتصرت بهذا الناموس المستحق لهذا الشعار، هنا مداهمة من غادرت بالانتصار إلى هالي الخوانيج في هذا الصباح الجميل والمميز. خالد بالمر بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يكون حاضرا وبطلا من ابطال فترة الصباحية هنا في هذا المهرجان وفي هذه الانطلاقات. ننتظر التوقيت الزمني كما تشاهدون امامكم ساعة وصول مداهمة هنا 6 دقائق 8 ثواني و82 جزءا من الثانية هو التوقيت مداهمة لخالد بالمر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. وسلام بن حلوة سلام وسلام يا الخواني، تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين من اول شوط حتى شوط الختام. متابعون الاعزاء في نهاية هذه التحديات وهذه الانطلاقات تقبلوا تحيات جميع اللجان التي تعمل هنا في هذا الميدان، وتحيات الكادر المرافق لكم في هذه التغطية، واتحاد جميع الزملاء، واتحاد مخرجنا أسعد أبو قوطة. والتقينا معاكم في تمام الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات يوسف قاسم واتحاد متعب الشمري. والتقينا معاكم في الساعة الثانية في فترة الرموز لهذا المساء لانطلاقة اللقاية.